إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الطفل المغربي ريان بعد مكوثه في البير لمدة خمسة أيام قبل قليل أخرجوا ريان من البير وأخذوه في سيارة الأسعاف ولكن قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله يكون شهيد وطير من طيور الجنة الطفل ريان وحد الشعوب العربية بأجمعها التلفزيون المغربي هو من أعلن وفاة الطفل ريان وكل الدول العربية تضامنوا مع قضية الطفل ريان ودعوا له بالخروج بالسلامة من البئر لكن هذا قضاء الله وقدره إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر أمه على هذا المصاب الطفل المغربي ريان عمره خمس سنوات ويعيش في قرية أغران شمال المغرب دفع عصر الثلاثاء الماضي بشكل مفاجئ كاميرا موبايل كشفت وجوده على عمق 32 متر من أصل 62 متر عمق البئر كان برفقة والده أثناء استكشاف بئر مياه عثر عليه مصابا بجرح في رأسه داخل البئر استعانت السلطات بستة جرافات بعد فشل محاولات انتشاله من فتحة البئر وشاهدوه يتحرك داخل البئر ولما تم إنقاذه توفي يدعو له بالرحمة والمغفرة هذه الصورة تشرح كيف وضعية ريان عرض البئر من الأعلى 30 سنتيمتر عرض البئر من الأسفل 20 سنتيمتر فرق الإنقاذ عملوا كل ما بوسعهم لإخراج الطفل كانت عملية إنقاذه صعبة جدا وكانوا حذرين من أن يقع التراب عليه في نهاية الفيديو أحب أشكركم على تفاعلكم بالقناة اشترك بالقناة وفعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كان معكم أنس في أمان الله نلتقي